لنتخيل معا توقف عجلة الزمن إلى حقبة الصناديق الحديدية والحقائب الجلدية التي تحمل الرسائل البريدية المليئة بالمشاعر والأحاسيس والاشتياق. أنا وصلت الرسائل للمال من البريد، جيتك بكل الوسائل وانت في الغربة بعيد. ما بين الأمس واليوم تغيرت الأدوار لتتحول هذه الرسائل الورقية المفعمة بالمشاعر إلى إلكترونية سريعة باهتة المعنى وتفتقد للحميمية. والسؤال الذي يفرض حضوره هنا، هل التطور الإلكتروني سيحرمنا من كل القيم الجمالية والمشاعر الإنسانية الرقيقة؟ هل هنالك أشياء ستفقد بفعل هذا التطور في التكنولوجيا الحديثة؟ مع الأسف نعم. وقاعد أقول لك مو بس أشياء، لا، قدرات إنسانية تفقد، من ضمنها قدرتك أنت أيضا على الحفظ، قدرتك على التركيز. حتى الآن هذا الجانب يمكن ما تم دراسته بالشكل الكافي، لكن من خلال التجارب الشخصية. بين المظاريف المعطرة والأيقونات الإلكترونية حكاية. الفترة الأولى كانت أصعب طبعا، من السبعينات الوسائل كانت موجودة، بس سعر الدقيقة كان يختلف شوية، كان أغلى أول. طبعا الرسائل كانت موجودة، كل بين فترة وفترة ندز لهم بوست كارد مثلا. وبعدين لحد ما أنا تخرجت كنا على العهد هذا، بعدين الأمور تغيرت صارت وايد أحسن. طبعا الشوق أكيد غل، يعني الطالب المبتعث الحين يروح برا يقعد 6 شهور، لما يرجع للكويت عادي كنا مو يعني كنا مو مشتاق لهم، يقعد أسبوع أسبوعين تلقينا زهقان، يعني ماكو اللهفة والشوق إنه يشوف ربعه وعيال عمه وأهله، لأنه خلاص بضغطة زر يوميا هو يكلمهم، يوميا هو يشوفهم، معاه بالسناب، معاهم بالتويتر، فيشوف يومي يعني خاصة السناب شات معاهم 24 ساعة، يشوف وين رايحين وين جايين، فما في شوق انتهى أتوقع.